ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن المملكة بصدد إطلاق خطة الرؤية المستقبلية التي تشمل على العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، يتم الإعلان عنها في 25 من الشهر الحالي. تضارب التوقعات ما بين التفاؤل والتشاؤم بالتوصل لاتفاق يعقد اليوم في الدوحة حول تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، وإيران ترفض المشاركة. أرباح الربع الأول لمصرف الراجحي تفوق التوقعات بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من ملياري ريال.